السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقرار في الوضع الجوية مؤقت إن شاء الله، لكن خلال الساعات القليلة القادمة إن شاء الله هناك تغيير جذري في حالة الطقس. ننتظر بحول الله سحب ستنتشر على المناطق الشمالية، احتمال لأمطار أواخر الأسبوع إن شاء الله على السواحل وحتى على المرتفعات الداخلية. خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد انقشاع ضباب ونسبة رطوبة عالية على الوجهة الساحلية، في الأجواء إن شاء الله تبقى صافية مشمسة على السواحل حتى المرتفعات الداخلية. رغم ذلك سحب ستنتشر أواخر النهار من النوع العالي، ستنتشر على شمال الصحراء كذلك مناطق الجنوب الغربي. للإشارة فقط، الرياح ستشتد على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى جنوب اليمن على تطاير الرمال. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم وخاصة صبيحة الغد تنخفض لغاية 9 درجات على الجلفة وكذلك ولاية باتنا، 17 درجة على العاصمة نفس المقياس، وهذا على وهران كذلك تيارت 16 درجة على تلمسان نفس المقياس، على بشار 13 درجة على ولاية جانت، ننتظر 15 درجة ولاية إليزي نفس المقياس، كذلك على غردية لترتفع لغاية 19 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في استقرار لكن تنخفض على منطقة البيض المشرين عامة سعيدة لتقارب 21 درجة، تصل إلى 29 درجة وهذا على وهران كذلك معسكر غليزان وشلف وحتى على تيزي وزو والبويرة، 30 درجة على تلمسان، 27 درجة على العاصمة بومرداس تيبازا كذلك السواحل الشرقية وكذلك ولاية إليزي، 30 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب، ولن تتعدى 24 درجة على مرتفعات الهجار والتاسيلي. البحر خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما البحر قليل الاضطراب على السواحل الغربية لكن هادئ على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، رياح ضعيفة ومتغيرة الاتجاهات لن تتعدى تقريبا على طول الشريط الساحلي 30 كيلومتر في الساعة. عن وقت غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 55 دقيقة. وللتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، رحم الله شهداء والأبرار.